بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهنداوي القارئ والمقيم بالقاهرة، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع.
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء كل
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. القوم الكافرين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Yeah.
هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
أخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وكذا يا لحظة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ والمقيم بالقاهرة، الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية إدارة محمود علي الطحان المقيم بقطر فيشة، مع الاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى. تطلب توبة من شركة المتوكل على الله، إدارة الحاج فتى الارح وأولاده، المحل الأول في مدينة منوف.